هذا الضغط الكبير للنازحين من مدينة غزة وشمالها في جنوبي القطاع يتوقون لنجاح الهدنة الإنسانية ودخولها حيز التنفيذ على نحو مستقر، لأنها تشكل فرصة لهم لالتقاط الأنفاس بعد نحو 47 يوما على هذه الحرب الطاحنة في مدينة غزة. نحن بنتمنى أنه تصير هدنة حتى الناس تقدر ترجع لبيوتها وخف الضغط. أنت شايف معاناة الناس في أماكن النزوح، يعني لا في مكان، مش قادرين يلاقوا مكان ولا حمام ولا أكل ولا طحين. مهم لو الناس بترجع، الناس تشردت، الناس تبهدلت، الناس سابت بيوتها، سابت أولادها، يعني تبهدلت الناس. نجاح الهدنة قد يخفف من وطأة هذه المشاهد. أنا كممرض بهمني إنه يكون في هدنة إنسانية، إنه يخفف علينا الضغط، البرشر اللي بنشوفه إحنا كبيشنت، كمرضى بنشوفهم في المستشفى فعدد كبير جدا، فما بنقدر نستحمل هذا الشغل 24 ساعة نضلنا، وطبعا فيش نوم. أكثر ما يهم الناس من هذه الهدنة الإنسانية المؤقتة هو استمرارها بشكل دائم، بما يسمح بإدخال ما يكفيهم من المساعدات الإغاثية والغذائية وصولا للعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها قصرا حتى وإن كانت مدمرة. الهدنة بس الناس عشان بتروح لدورها، تشوف الدور، تشوف خلص، سبحان الله مسقط الرأس غالي. يعني في أطفال بيقولوا والله يا تيتا نفسنا نروح نشوف دورنا، والدور مهدومات أشرت، ونفسنا نروح نشوف الدور مهدومات ونفسهم يشوف الدور. والله احنا بنتفائل خير إن شاء الله، هيك تمرقونا المساعدات في الهدنة هذه، وإن شاء الله يتحسن الوضع، لأنه بجد احنا محتاجين للهدنة هذه كثير جدا عشان يدخل معدات، يدخل الأكل والشرب للناس، وإن شاء الله خير. رغم تأكيد شروط الهدنة على التزام أطراف الصراع بوقف الأعمال العسكرية، إلا أن مراقبين يتوقعون خروقات ميدانية من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل قد تخرق هذه الهدنة، لأنها في حال توصلت إلى معلومات عن وجود قائد ميداني هنا أو قائد سياسي هناك، فقد تغتال وتخرق الهدنة حتى لو كلف ذلك مزيد من التصعيد. ويبقى إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة عملياته العسكرية بعد الانتهاء من صفقة تحرير الرهائن للقضاء على حركة حماس لتصبح منزوعة السلطة والسلاح، مؤشرا خطيرا قد يقود لتقويض الجهود الرامية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، من جنوبي قطاع غزة.